فقرتنا التالية قراءة في أبرز ما حملته عناوين الصحافة العربية. ضيفتي في للنقاش والتحليل الصحفية رجاء شعباني، أهلا بك معنا يا رجاء. أبدأ معك من القدس العربي. سوريا، مظاهرات غاضبة في عفرين بعد قتل جيش الشرقية 4 مدنيين أكراد في عيد النوروز، ماذا في تفاصيل القدس العربي؟ نعم، جريمة في منطقة عفرين التابعة لشمال محافظة حلب السورية كانت قد أدت إلى مقتل 4 مدنيين أتراك كانوا سوريين أكراد يحتفلون بعيد النوروز الكردي. الاتهامات وجهت إلى جيش الشرقية الذي أنفى تورطه في هذه الجريمة. مظاهرات عمت مدينة عفرين السورية ووصفوا هذه الحادثة بالحادثة العنصرية وطلبوا بطرد وإخراج هذا الفصيل السوري المعارض والذي يسمى بجيش الشرقية. من جهتها حاولت هيئة تحرير الشام استغلال هذه الحادثة والادعاء بأنها الفصيل المعتدل والأقرب للسوريين والذي يمثل جميع الشعب السوري. أما عن محمد الجولاني وهو قائد هيئة تحرير الشام كان قد أكد أنه سيتولى البحث ومحاسبة المورطين في هذه الجريمة النكراء. أما عن المجلس الوطني الكردي في سوريا فقد أصدر بيان له كان قد أدان هذه العملية التي وصفها بعيد أبي الجريمة العنصرية والتي أدت إلى اغتيال 4 أكراد كانوا يشعلون الفتيل أو شموع الاحتفال بعيد النوروز. وكان البيان قد أكد أن عيد النوروز هو عيد السلام وعيد الحرية ولكنهم بادلوه باغتيال 4 مدنيين أكراد رغم أن الشعب السوري ما زال لم يتعافى من كارثة الزلزال. هل ذكرت الصحيفة طبيعة توجهات ما يسمى بجيش الشرقية، يعني لمن يتبع، ما هي أفكاره؟ لم يتم الإشارة أكثر إلى أفكاره أو عدائه ربما إلى الحزب الأكراد أو الأكراد في سوريا، ولكن مع ذلك جيش الشرقية كان قد أنفى تورطه في ذلك. ولكن الاتهامات، جميع الاتهامات حتى المتظاهرين في الشارع كانوا قد اتهموا جيش الشرقية. في الشرق الأوسط مبادرة أردنية لحل سياسي في سوريا، ما طبيعة هذه المبادرة ولماذا بحسب الشرق الأوسط؟ نعم، نائب رئيس الوزراء الأردني وهو يكون وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي كان قد أكد على أن هناك جهود أردنية مستمرة تدعو إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية استنادا إلى مبادرة أردنية. كان قد اعتبر أن الأردن ودول العربية يجب أن تتوفر وأن تكون في صادرة هذه المبادرة لحل الأزمة، خاصة أن سوريا هي دولة أو جمهورية عربية. كذلك في لقاء له الصفدي كان في لقاء له مع وكيل وأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان قد بحث معهم الصفدي مع الأمم المتحدة كيفية الحل لحل الأزمة السياسية الموجودة في سوريا وكيفية مساعدة السوريين بعد كارثة الزلزال إلى آخره، مؤكدا على أن الأردن ما زالت موجودة ومستعدة إلى دعم البلدين سواء كانت تركيا أو سوريا. صراحة استغربت أنا كذلك في عدم وجود أكثر تفاصيل حول هذه الأزمة أو حول هذا الحلول التي يريد أن يقترحها الصفدي للأزمة السورية. ماذا يقصد بالحل السياسي؟ هل هو حل سياسي بين رئاسة الجمهورية أو بشار الأسد وبقية الدول العربية، خاصة أن بشار الأسد منذ يومين كان قد زار الإمارات، أم أنه يقصد أزمة سياسية بين المعارضة السورية والرئيس السوري بشار الأسد، وهل هي أزمة سياسية بين الرئيس السوري والمعارضة؟ لا يوجد أكثر تفاصيل حول ذلك. أظن الواضح هو الدعم الأردني، أنها مستعدة لدعم، لكن حول الجهود التي يبحث عنها ليس هنالك تفاصيل أكثر. باعتبار أن القضية قضية دولية والمتشابكون فيها كثر ودول عظمى بطبيعة. نعم، لا يمكن للأردن فقط والأمم المتحدة حل هذه مثل هذه الأزمات. سنذهب معك بعد أن نستعرض الترجمات العبرية ما جاء في الأخبار اللبنانية رجاء واشنطن. سنتعامل مع سليمان فرنجية وهو مرشح حزب الله بطبيعة الحال رئيسا، تداعيات هذه المسألة، وأيضا ما جاء في الأيام الفلسطينية، الكنيست يقرر السماح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات أخليت شمالي الضفة الغربية. سأعود معك للقراءة في هذه العناوين، لكن بعد أن نذهب معكم مشاهدينا إلى هذه الجولة من الترجمات العبرية.
في ترجماتنا العبرية لهذا اليوم نقرأ: وزير جيش الاحتلال جالاند يهدد بالاستقالة. تقدير إسرائيلي بتراجع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية. تحذيرات إسرائيلية من هجمات خارجية حال اشتعال الأوضاع في رمضان. قالت صحيفة هآرتس في تقرير أعده الخبير العسكري عموس هرائل إن الأزمة القانونية في إسرائيل تتقدم الآن بوتيرة سريعة نحو نقطة مواجهة، منوهة إلى أن جنود الاحتياط اجتازوا الأحد مرحلة جديدة عندما أعلن للمرة الأولى مئات من طياري الاحتياط بأنهم لن يمتثلوا للتدريب في هذا الأسبوع. وذكرت أن قرار رفض التدريب قابله موقف غاضب من نتنياهو لرئيس الأركان والمفتش العام للشرطة والشباك بضرورة العمل بصورة ملحة ضد الرافضين. ومع تواصل الأزمة هدد وزير الجيش يوآف جالاند بالاستقالة من منصبه في حال تواصلت عملية التشريعات أحادية الجانب. قال أوفير فينتر الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية إن العديد من التنبؤات العربية التي دعت العرب في عقود سابقة بألا يلقوا إسرائيل في البحر لأنها ستسير هناك وحدها يبدو أنها تعكس حال وواقع الدولة اليوم في ظل الانقسامات. وأضاف بمقال بموقع زمن إسرائيل أن العلاقات الإسرائيلية بأصدقائها المطبعين في المنطقة لا سيما العرب تشهد ظهور علامات تحذير بشأن تراجعها رغم تفاخر نتنياهو في الماضي بقوة إسرائيل كمحفز لاتفاقيات التطبيع. أصدرت ما تعرف بشعبة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا ساخنا من وقوع حادث أمني في المنطقة خلال عطلة الأعياد الإسلامية بما فيها شهر رمضان، ما قد يعرض الإسرائيليين الذين يقضون وقتا في الخارج للخطر. إتمار أيخنر مراسل صحيفة يدعو تحرونوت قال إنه بينما تستعد قوات الاحتلال لاحتمال حدوث تصعيد أمني في رمضان، فإن قيادة مجلس الأمن القومي تحذر من أن القضية قد يكون لها تأثير أيضا على بقاء الإسرائيليين في الخارج لأن الأحداث الأمنية يمكن أن تدفع لتنفيذ هجمات. من جديد أهلا بك معنا رجاء. ما جاء في الأخبار اللبنانية: واشنطن سنتعامل مع فرنجية رئيسا، هل حسم الأمر بالنسبة للأخبار؟ حسم الأمر أمريكيا بالموافقة على سليمان الفرنجية، ماذا في التفاصيل؟ بالنسبة لصحيفة الأخبار تقول أن المساعي جارية نحو البحث عن رئاسة الجمهورية، لكن ليس هناك اتفاق إلى حد الآن. يمكن أن يقول أن هناك اتفاق يجمع الجميع حول فرنجية، رغم أن ثنائي حزب أمل وحزب الله هم داعمان بشكل كبير لترشيح فرنجية، إلا أن السنة والمتمثلين بنسبة كبيرة موجودة في البرلمان، إلا أنهم جميعهم يعتبرون أنهم كتلة وازنة لكنها في يد السعودية، رغم أن السعودية إلى حد الآن لم تبدي قرارها النهائي في الموافقة على ترشيح فرنجية. أما ولكن ما زالت هناك محاولات الاستمرار ومحاولات للتسوية، سواء كانت من الأطراف السنية أو من أمل وأحزاب أمل وحزب الله أو كذلك من الأطراف المسيحية. لكن مؤخرا جعجع كان قد قلب الطاولة على جنبلاط وأعلن أن مناوراته داخل حزب القوات أفضت إلى رفضه التحالف والمضي قدما في خطة جنبلاط، وقال أن هذا الأمر يعتبر أمره محسوما مع القوات ولا داعي للتدخلات الخارجية لتغيير رأيه. نعم، يعني نقل الأخبار عن واشنطن، هل هناك مصدر أمريكي تحدث عن قبول فرنجية رئيسا؟ لا يوجد هناك مصدر أمريكي تحدث عن فرنجية رئيسا، مصدر يعني صريح بحد ذلك، ولكن صحيفة الأخبار تقول أن المساعي ما تحت الطاولة التي لا زالت لم تخرج مباشرة من الصحيفة تدعو إلى ترشيح فرنجية. نعم. سواء كان من واشنطن أو من حزب الله. نعم، صحيفة الأيام الفلسطينية: الكنيست يقرر السماح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات أخلية شمال
الضفة ماذا وراء هذا السماح؟ ماذا؟ نعم، البرلمان الإسرائيلي كان قد ألغى الليلة قبل الماضية جزء من قانون يمنع المستوطنين من عودة إلى والإقامة بمستوطنات في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها منذ سنة 2005. وزراء يرحبون بهذا القرار البرلماني، والذين يعتبروه أو وصفوه بأنه انتصارا تاريخيا وقانونا تاريخيا. يذكر أن هذا القانون هو مشروع قانون يهدف لإلغاء خطة ما يعرف بفك الارتباط، وهي بشمال الضفة الغربية المحتلة، وهي خطة تنص على أن من الحكومة الإسرائيلية تمنع المستوطنين من الاستيطان أو السكن في هذه المناطق، كذلك تجبر المستوطنين على دفع غرامات كبيرة في حال استيطانهم في هذه الأماكن. رغم أن جريدة فرانس بريس كانت قد رأت أن هناك مدارس دينية وهناك العديد من المستوطنين موجودون من فترة طويلة منذ 2009 تقريبا في هذه المناطق، ورغم أن الشعب الفلسطيني وقوات فلسطينية ومنظمات فلسطينية عفوا كانت قد رفعت الموضوع إلى القضاء الإسرائيلي نحو تطبيق هذا القانون الذي هو قانون 2005 والذي يسمى بقانون فك الارتباط. ومع ذلك كان قانون فك الارتباط مع غزة هو الذي فرض هذه القوانين، في حيث أن لا وجود ولا استيطان إلى على حدود قطاع غزة. لكن مؤخرا البرلمان الإسرائيلي يلغي هذا القانون، وأصبح من الممكن للمستوطنين العودة إلى هذه المستوطنات. أظن أن هذه الحكومة لديها قرارات متهورة تجعل من الضفة تشتعل أكثر فأكثر، وهذه القرارات المتهورة ربما لن تقدر القوات الإسرائيلية مستقبلا القبض عليها ربما أو تحديدها في الضفة الغربية، وخاصة أنها تعرض هذه المستوطنات العشوائية إلى مزيد من الرعب والخوف. نعم، كل الشكر لوجودك معنا الصحفية رجاء شعباني.